لنعيد الإبداع إلى سكة التميز، لنعيد للفن تأثيره ومجده، لنؤسس لغد أفضل داخل وطننا، لنحمل أحلامنا إلى مراكش. هي كلمات جعل منها السمبوزيوم الدولي للفن المعاصر الذي احتضنته مدينة مراكش طيلة الأيام الأخيرة شعارا لدورته الأولى التي تمت بشراكة مع جمعية تكوين للفنون الجميلة بلبنان وتحت رئاسة الفنان التشكيلي المغربي بوشعيب خلدون. هذا الحدث الذي امتد على مدى أيام مهمة عرف مشاركة قوية من مختلف البلدان العربية والغربية، كما شهد عدة تكريمات لوجوه قدمت الكثير للساحة الفنية، وذلك في إطار خطوة تكريس ثقافة الاعتراف داخل هذا الميدان. هذا السيمبوزيوم الدولي الأول اللي عرف مشاركة مجموعة من الفنانين من دول مختلفة، لبنان، فرنسا، إسبانيا، المغرب، الكويت، وعرف مجموعة من التكريمات كذلك لفنانين ومبدعين عرب ومغاربة. وهذا الملتقى، هذا المعرض أتى نتيجة ديال واحد الاشتغال على أوراش اللي عرفها الفنانين لمدة ديال 3 أيام متتالية، تتخللها مجموعة من يعني المداخلات حول الفن وتاريخ الفن، وكذلك حول خرجات سياحية لتعريف المشاركين بالمدينة وبأثارها الثقافية والسياحية. وتأتي هذه التظاهرة التي اختارت مدينة مراكش وجهة للتعريف بالحضارة المغربية والعربية في إطار جعل ملتقيات الفن المعاصر محطة أكاديمية ترقى إلى مستوى التظاهرات العالمية بكبريات العواصم التي تعرف حركة نماء استثنائية فيما يخص مجالات الفنون البصرية. بعد النجاح ديال هذه الدورة اللي عرفت حضور مميز لخبرة وخيرة من الفنانين التشكيليين، نفكر في إطلاق الدورة الثانية، ولازلنا لم نحدد بعد المكان أو الزمان، لكن غالبا ما ستكون مدينة مراكش، ولكي نهيئ لها أحسن ما يكون وتكون أكثر يعني جاذبية لفنانين آخرين من دول أخرى ومشاركات أخرى، وتكون كذلك بصيغة متجددة لكي لا نبقى محصورين في الرتابة وفي نفس الأفكار.